بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنعم أجر العاملين، الآية 74 من سورة الزمر. الحمد لله الذي بلغنا رمضان، الحمد لله الذي وفقنا لصيام أيامه وقيام لياليه، الحمد لله الذي بلغنا عيد الفطر المبارك، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنعم أجر العاملين. هذه الآية، الآية 74 من سورة الزمر، جاءت قبلها الآية 73 ونقول رب سبحانه عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هذه الآيات العجيبة، ربنا سبحانه عز وجل يعني أضاف المؤمنين المتقين إلى الله، قال وسيق الذين اتقوا ربهم، اللي راهم يتقوا ربي سبحانه عز وجل، اللي يخافوا ربي، اللي بلغوا درجة التقوى. وقد قلنا في أول رمضان الآية، ذكرنا الآية القرآنية في سورة البقرة الآية 183 حيث يقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي رأس الأمر كله، وهي المقصد الأساس، المقصد الأكبر من مقاصد الصيام لعلكم تتقون. فمن بلغ هذه الدرجة فهنيئا له، لأنه سيحظى بهذا التكريم الرباني الذي ورد في الآية 73 إلى غاية الآية 75 من سورة الزمر. يقول ربنا عز وجل وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات جماعات. وكأن الله يقول لنا كما كنت تتعاونوا بيناتكم على الطاعات والقربات والباقيات الصالحات وفعل الخيرات، ربي سبحانه يجازيكم فيدخلكم الجنة زمرة، جماعات جماعات. لأن الإنسان إخواني أخواتي ما يقدر يعني يحقق المقاصد الكبرى والغايات العظمى إلا عن طريق تمثل قيمة التعاون، لقوله تعالى في سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى. لذلك الصلوات وكذلك فعل الخيرات، كل هذه الأعمال الجليلات حينما نتعاون على تحقيقها ونتعاون على تحصيلها، ربنا عز وجل يعطينا الجزاء الأوفى كما في هذه الآية 73 من سورة الزمر. ربي سبحانه ويثمثن في السمثين أغدي قرامة كنت تسمعون في العبادات في الطاعات في الخير، تسمعون مفوس دقفوس، ربي سبحانه أكن جازي أتشمك الجنث زمرة، جماعات جماعات، يعني ماشي يونيون سيرفاث. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ورش وفتحت أبوابها حفص، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سبحان الله، هذا الترحيب الجليل الجميل، يعني أهل الجنة أهل التقوى وهم يدخلون الجنة يستقبلون بهذا الاستقبال الحسن، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يعني إن ازدغ الجنة مولا الجنة ما راكش من الجنة، أتنستقبل الملائكة سين مرحبا يسوان لا سلام وان، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وحينما يسمع أولئك المتقون كلمة الخلود يفرحون ويستبشرون، لأنهم أدركوا بأن النعيم قد تحقق، بأن الفوز الدائم بلا منغصات قد تحقق.
لأن نجاحات الدنيا وأفراح الدنيا مهددة بالمنغصات، مهددة بالمكدرات، ولكن فوز الآخرة، الفوز بالجنة لا مكدر له ولا منغص له. فادخلوها خالدين. كي يسمعوا كلمة خالدين واش يقولوا أهل الجنة؟ يقولوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. إي مولانا الجنة ما راكش من الجنة هذا السنوة ولاقي خالدين، المعنى يسافي ذير دي الجنة ذاين اترنالمون، يعني بلا حدود، يعني خطر السعادة دونيث. السعادة شو تيسلوغن يزمر يونا ذي فرح ذي الدونيث، يزمر ذي رباح يزمر، ولكن أكا لن ورفان لن يغفلان إلا وين يسلوغون السعادة نغل هنا نغثل ويثين تسيدير ذي الدونيث، ولكن ثلويثن الجنة ولاش ذا شاتي سلوغان. السعادة في الجنة سعادة أبدية بلا مكدرات ولا منغصات، ولكن سبحان ربنا عز وجل قال كيقول يعني أهل الجنة يقول الحمد، يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ربنا عز وجل تفضل علينا بكرمه وفضله، فذكر هذا الأمر في نهاية الآية 74 من سورة الزمر، فنعم أجر العاملين. لا أحد منا يدخل الجنة بعمله، لا بصلاته ولا بصيامه ولا بقيامه ولا بزكاته ولا بزكاة فطره ولا بجميع الأعمال الصالحات، ولكن ندخل الجنة بفضله وكرمه. ولكن ربنا عز وجل تفضل علينا فقال فنعم أجر العاملين. ربنا عز وجل قيم وقدر جهود المتقين، جهود المؤمنين في الدنيا، والنتيجة يحصلونها في الآخرة في بدخولهم الجنة بفضل الله عز وجل وكرمه. ربي سبحانه كي قال فنعم أجر العاملين، يعني كأنه يعترف بالخدمة نتاعنا، لأنه ما كانش اللي يدخل الجنة بالخدمة نتاعه ولا بصلاته ولا بالعبادات نتاعه، ولكن بفضل الله عز وجل وكرمه. وربي سبحانه ثمن هذه الجهود وقيمها، قال فنعم أجر العاملين. يا 33 ولا شوريكش من الجنة الخذميس العثافيس ظليثيس رمضانيس، ولكن ربي سبحانه ذي الكريم، ربي سبحانه ذي الحنين، ربي سبحانه ذي الرحمن ذي الرحيم، يناد فنعم أجر العاملين. أماكن غادي قار أي نثاعة سفم ذي الدونيث أتغل ثم ذي الأخرث، أي نث زرع ذي الدونيث أتغل ثم ذي الأخرث، يناد فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، مزيدا من كرم الله عز وجل وفضله، ما الذي يراه أهل التقوى وأهل الإيمان في الجنة؟ يشوفوا الملائكة، وترى الملائكة حافين من حول العرش، هذا المشهد الجليل، هذا المشهد الجميل الذي بشر الله عز وجل به عباده المؤمنين، عباده المتقين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. نحن أمرنا بالتسبيح وبالتكبير وبالتهليل، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وفي يوم العيد وفي أيام العيد أيضا نسبح الله عز وجل ونكبره ونهلل، إلى غير ذلك من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سبحان الله، يعني ختام هذه السورة المباركة سورة الزمر بقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. حنقول أيضا الحمد رب سبحانه عز وجل
أن وفقنا لأداء الطاعات وجميع القربات وجميع الأعمال الصالحات، نسأل الله القبول، ونسأل الله عز وجل أن يدخلنا جميعا الجنة لنردد مع أهل الجنة قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. في الخاتمة نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن ترفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء وعن البشرية قاطبة، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.